الوضع الإنساني في تدهور مستمر، مجاعة، الناس في هذا البرد القارس يموتون من البرد. نعم، هناك حالات لأشخاص توفاهم الله بفعل البرد القارس، والمنخفضات القادمة ستكون أشد حدة، وانخفاض درجات الحرارة سيكون كبير، والوضع على حاله في قطاع غزة. الشاحنات المساعدات تعيق وصول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة. 2.3 مليون يواجهون خطر انتشار المجاعة والمرض. نتحدث بمزيد من التفاصيل، وتنضم لنا عبر سكايب الأستاذة ريهام الجعفري، وهي مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية. ريهام، صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير، وصباح الخير لجميع مشاهدينكم ومستمعينكم الكرام. تحياتي لك، وأنتم أولا بأول ترصدون بتقاريركم في منظمة أكشن إيد الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. يعني أصبحنا نسمع عن أمور كثيرة ربما كنا نسمعها بالأفلام وبالمسلسلات، يعني علف يتم طحنه من أجل أن يأكلوه في قطاع غزة، أمور كثيرة يعني خطيرة جدا تهدد حياة الناس، غير الحرب والقتل بفعل آلة الحرب الإسرائيلية مثل المجاعة والمرض. كيف ترصدون ذلك؟ أولا، عدم التوصل لوقف إطلاق النار وعدم فتح المعابر وإدخال الكميات الكافية من المساعدات في ظل استمرار القصف أوصل قطاع غزة إلى هذا الحال، أدى إلى انتشار المجاعة، أدى إلى موت العديد الحالات بسبب المرض أو الجوع أو بسبب البرد. نعم، الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي، حتى لا توجد كلمات لوصف هذا الوضع الإنساني المتدهور. قطاع غزة يمر حاليا بواقع لا يمكن وصفه، في ظل إن عدم إدخال المساعدات، في ظل استمرار القصف، المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة محدودة جدا، وحتى التي تدخل يتم إعاقتها. ومن المحزن والمبكي أن المساعدات تبعد عن قطاع غزة أو عن من هم بحاجة إليها سوى بضعة أميال، يعني تتكدس على معبر رفح، إضافة إلى عمليات التفتيش والفحص الطويلة التي تستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى منع العديد من المواد التي هي تعد ضرورية للخدمات المنقذة للحياة في قطاع غزة. فيتم منع على سبيل المثال اسطوانات الأكسجين، التخدير، أعمدة الخيام في ظل استمرار العدد الكبير من النزوح والتدفق نحو مدينة رفح. لماذا تمنع هذه المساعدات؟ يعني ريهام، يعني مواد تخدير، أعمدة خيام، لماذا يمنع إدخالها إلى القطاع؟ بحجة أنها سيتم استخدامها للسلاح، وهذا غير واقعي. حتى يتم منع إدخال بعض الفواكه ذات النواة الحجرية خوفا من استعمالها للسلاح أو خوفا من استعمالها في الزراعة. هذا يعني هذه حجج واهية وحجج ضعيفة، وهي عرقلة المساعدات ومنع وصولها لمن هم بحاجة إليها في فترة الحرب وانتهاك للقانون الدولي، هو جريمة عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب. هذا أولا. إضافة إلى أن النظم الغذائية في قطاع غزة هي تم هدمها أو تدميرها. فعادة قطاع غزة كما نعرف هو مدينة ساحلية تعتمد في الغذاء الأساسي على الأسماك وعلى المزروعات، وهذين المكونين تم تدميرهما خلال الحرب. نحن نتحدث أكثر عن 77% من قوارب الصيد تم هدمها وتدميرها، إضافة إلى عدم قدرة السكان إلى الوصول إلى البحر، وبالتالي بسبب القصف المستمر، إضافة إلى تدمير الأراضي الزراعية وعدم حصولهم على المزروعات، وبالتالي سيكون الاعتماد على المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهي أصلا محدودة ولا تصل إلى كثير من المناطق في قطاع غزة، وخاصة في شمال غزة، بسبب تدمير شبكة الطرق، بسبب عدم وجود وقود للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة، بسبب عدم وجود اتصالات، قطع الاتصالات، مما يعيق تنسيق العمليات الإنسانية ما بين المؤسسات الإنسانية والمحلية والدولية في قطاع غزة. أنتم في منظمة أكشن إيد يعني تواكبون هذه الأوضاع منذ بدء العدوان والحرب على قطاع غزة،
رهام 11 يوما بعد المئة، ولم تستطع أي من الدول إيقاف هذه الحرب، بل لم تستطع إدخال المساعدات التي تحدثت عنها في أكشن أيد. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ ننظر إلى هذا الأمر إنه هنالك فشل، لا توجد إرادة حقيقية وقوية لدى الدول والحكومات الفاعلة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. هنالك آذان صماء يتم التعامل معها مع كل النداءات والمناشدات ومع كل التقارير والتوثيق الذي يخرج عن سواء من منظمتنا أو من مؤسسات إنسانية أخرى عاملة. هنالك فشل في الإرادة السياسية الدولية، لا يوجد ضغط حقيقي يمارس على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها للالتزام بالقانون الدولي الإنساني. نعم، وما المطلوب برأيك اليوم بشكل عاجل؟ لأنه في تقاريركم تحدثتم عن أن هناك 2,300,000 يتهددهم خطر المجاعة والمرض، ما الذي يقلقكم وما الذي ما هو المطلوب أيضا؟ ليست المجاعة وحدها الخطر الذي يهدد غزة، هنالك النزوح الكبير، هنالك انتشار الأمراض، هنالك عدد المصابين، الأطفال الأيتام، النساء. رصدنا في تقارير سابقة أن قطاع غزة هو الأخطر مكان في العالم للنساء. أن يعني هذه الحرب تحمل وطأتها المرأة الفلسطينية والمرأة الغزية. حدثينا إذا سمحت عن أخطر المشاهد التي رصدتموها في قطاع غزة تخص النساء. إذا ما تحدثنا من بداية العدوان وثقنا مع مستشفى العودة وهو شريك لنا يعمل في شمال قطاع غزة، العمليات الجراحية القيصرية للنساء أثناء الولادة تتم بدون تخدير، لك أن تتخيلي هذا حجم الألم على المرأة وعلى الطاقم الطبي، إضافة إلى أن النساء الحوامل لا يجدن ما يأكلنه، والمرضعات لا توجد مياه نقية، لا يوجد غذاء يساعدهن على الرعاية بالطفل وعلى العناية بصحتهن. هنالك انتهاكات صارخة للحقوق الصحية والإنجابية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة. عدا عن ذلك هنالك 700,000 امرأة وفتاة في قطاع غزة يفتقرن إلى مستلزمات الدورة الشهرية في قطاع غزة بسبب عدم إدخالها وعدم أخذها في بعين الاعتبار ضمن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. ومن الشهادات المؤلمة التي وصلتنا أنه يتم استخدام بقايا الخيم كبديل لمنتجات الدورة الشهرية، وهذا واقع صعب يزيد من معاناة المرأة، يضاعف من معاناتها الصحية، إضافة إلى الإرباك والانعدام الخصوصية في مراكز الإيواء، وإضافة إلى ولادة النساء في مراكز الإيواء. حتى أن من بعض الشهادات التي وصلتنا أن السرير الواحد قد تلد عليه 3 نساء. تخيلي هذا الوضع قد ما يعني كم هو مأساوي، يفتقر لأدنى الأساسيات. هذه الأشياء هي حقوق أساسية، هي حاجات أساسية للمرأة في أماكن أخرى في العالم، ولكنها أصبحت حلم يصعب تحقيقه في قطاع غزة في ظل استمرار القصف، منع إدخال المساعدات، إغلاق المعابر. كل هذه العوامل تجعل الاستجابة الإنسانية أو تجعل وضع النساء معقد وصعب جدا، حتى التعافي منه سيكون له آثار كثيرة على المرأة على المدى البعيد، وليس حتى فقط عند انتهاء وتوقف الحرب. نعم نعم، يعني مأساة حقيقية تعاني منها النساء. إذا كنا نتحدث عن المطلوب بشكل عاجل. المطلوب هو وقف إطلاق النار، يعني يجب أن تتوقف الحرب، يجب أن يكون هنالك وقف فوري وعاجل لإطلاق النار، إضافة إلى فتح ممرات وإدخال المساعدات بشكل كبير، وإدخال طواقم طبية من الدول المجاورة ومن الدول العربية وغيرها لمساعدة الطواقم الطبية، يمكن ما ينقذ إنقاذ ومعالجة الجرحى ومساعدة النساء والأطفال. يجب أن يكون هنالك إدخال لمستلزمات الخيام لتأسيس ووضع خيام للتعامل مع العدد الكبير من النازحين الذين تركوا بيوتهم وتم إجبارهم على ترك بيوتهم لحين بناء بيوت لهم، لأن معظم البنية التحتية ما يزيد على 70% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميره.
ولابد، ولكن قبل كل هذا يجب أن يكون هنالك وقف فوري لإطلاق النار. نعم، وفيما يتعلق بالمساعدات إدخالها بشكل عاجل، أيضا رصدنا أن هناك يعني شاحنات على طول الخط الحدودي تنتظر السماح لها بالدخول. أنتم قلتم أن هذه الشاحنات تعيق دخول المواد الغذائية أيضا. ريهام، لك أن تفسري لنا هذه النقطة. الشاحنات هي لا تعيق، هي أولا يتم عرقلتها وإعاقتها من خلال عمليات الفحص والتفتيش، إضافة إلى أن الطرق يعني خصوصا في مدينة رفح الطرق وجانب الطرقات أصبحت للنازحين أيضا يتم إعاقتها ووصولها بسبب اكتظاظ الطرق والمساحات في مدينة رفح بالنازحين، يتم إعاقة هذه الشاحنات، إضافة إلى عدم وجود شبكة اتصالات وعدم وجود وقود لهذه الشاحنات حتى تنتقل إلى أماكن أخرى في قطاع غزة. وبالتالي يجب أن يكون هنالك إدخال فتح المعابر المحيطة بقطاع غزة، وليس معبرين، معبرين وهما معبر كرم أبو سالم والمعبر رفح لا يكفيان لدخول المساعدات الكافية لقطاع غزة. نعم، شكرا جزيلا لك ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية، تحياتي لك. شكرا. شكرا.